واحنا عارفين انه دايما في نهاية العام كده وبقالنا كام يوم بنتابع الناس والخبراء اللي بيتكلموا في التنبؤات السنة الجاية 2024، ايه اللي ممكن يحصل؟ في ناس بيتكلموا شوية في علم الفلك فبيخلطوها بالأبراج ويبتدوا بقى يتكلموا البرج ده هيبقى له حظ سعيد بشكل كبير، حد هيبقى له مثلا فتح كبير جدا في الاستثمارات الخاصة بيه، حد هينزل له كنز من السماء. عارفين الحاجات اللي هي يعني ممكن نقول ان هي بتتطرق كتير جدا لشق في حياة كل واحد فينا، وكأنها بتعمم بعض الشيء على بعض الناس، فيقول لك مثلا مواليد البرج ده هيتجوزوا، فيعني حاجات برضو بعيدة شوية عن المنطقية. لكن في حد ذات الموضوع ده لما تيجي تنظر كمان للمنبئين بقى على مستوى العالم، اللي يجي يقول لك التنبؤات الخاصة بخراب بعض الدول أو اقتصاد زاهي لبعض الدول، فدي برضو الخبراء توقفوا عندها والمحللين وابتدوا يعملوا فيها كتب ويعملوا عليها دراسات، والدراسات أثبتت إن معظم هذه التنبؤات لا تصدق. وهقول لحضراتكم الموضوع ده من كتاب التنبؤات الفائقة أو Super Forecasting The Art of Prediction لفيليب تيتلوك. فيليب تيتلوك من أشهر الناس اللي عملوا دراسات على الموضوع ده، ومن أشهر أيضا علماء النفس، وهو أيضا عضو الجمعية الأمريكية لعلماء النفس وأيضا خبير في الإدارة. اتكلم في كتابه التنبؤات الفائقة على فكرة إمتى تصدق التنبؤات، وأقسمها لكذا شق، وأنا النهاردة هتناول الشق الخاص بالتنبؤات اللي هي في الحياة كده، مثلا في نهاية العام السنة الجاية مين هيبقى حظه سعيد مين هيبقى حظه مش كويس، لدرجة إن في ناس بتتأثر بمثل هذه التنبؤات وتقعد مكتئبة لأنها خافت من التنبؤات اللي اتقالت من حد مثلا، اللي هم بقى اللي هم بيفتحوا الكف ويعملوا قارئ الفنجان والحاجات دي. المهم يعني طبعا احنا عندنا المقولة الشهيرة كذب المنجمون ولو صدقوا ولو صدفوا، في الحالتين صح، لكن الفكرة كلها ان احنا بنتوقف عند الدراسات ونبتدي نستعرضها ونشوفها ونشوف الخبراء بيقولوا في الموضوع ده ايه، لان هم بيدرسوا الموضوع بالارقام، وما اصدق الارقام ان هي توصل اي معلومة احنا عايزينها. فيليب تيتلوك في شابتر من أو جزء من كتابه الخاص بالتوقعات الفائقة ابتدى يرصد 82,400 تنبؤ حصلت على مدار فترة زمنية 10 سنين ل285 خبير في التنبؤات، وتوصل إلى هذه النتيجة. النتيجة أنه لم تصدق التوقعات أو التنبؤات بتاعة الخبراء سوى معدل لا يتفاوت الصدفة، يعني شوفوا حضراتكم اللي هي ايه، حاجات نادرة كده، فلتات زي ما احنا بنقول. في على فكرة اكتر من خبير اخر وهبقى اجيبها لحضراتكم في حلقات تانية، ابتدوا يرصدوا مين اللي توقعاته اصلا بتصدق وعلى اي اساس بيرصد التوقعات، وهنا فكرة التخطيط مثلا في الشركات او كده، دي حاجة ودي حاجة، فرق بين التخطيط والتنبؤ. لكن فكرة التنبؤات اللي هي كده في العموم، في دول هتغرق، في دول مش عارفة هيجي لها زلازل أعاصير، الكلام ده كله في علم الغيب زي ما احنا بنقول. لكن لما جم يرصدوا بقى زي ما بقول لحضراتكم في الأرقام، فيليب تيتلوك رصد ده في الدراسات اللي هو عملها على فترة زمنية 10 سنين، وكانت المقولة الأشهر اللي ممكن تتوقف قدامها مقولة الاقتصادي الشهير جون كينيث، وهو طبعا خريج جامعة هارفرد ومعروف جدا وكتبه طبعا مالية السوق ومن أكتر المبيعات اللي بتحققها، كان له مقولة شهيرة قوي في الموضوع ده تلخص الموضوع كله وتكفينا الكلام زي ما احنا بنقول. قال هناك نوعان من البشر هم اللي بيقوموا بالتنبؤات، أولئك الذين لا يعرفون وأولئك الذين لا يعرفون أنهم لا يعرفون.